أهلا بكم من جديد مشاهدنا. السيد عبد الله الباب، بداية حدثنا عن استراتيجية القطاع بشكل عام في مجال الزراعة لتنفيذ تعهدات برنامج رئيس الجمهورية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أشكر التلفزيون الموريتاني على إتاحة هذه الفرصة وعلى برمجتها البرنامج أسبوعيا لتنوير الرأي العام، خصوصا الفاعلين في القطاع الزراعي بما يقوم به القطاع، واللي كما أشرتم يحتل مكانة هامة في برنامج تعهداتي. ولهذا فقد قام القطاع ببلورة استراتيجية واضحة المعالم، تمت بلورتها وتنزيلها من برنامج تعهداتي، والذي تجسد في أرض الواقع خلال أولوياتي وأولويات المؤسسة، وذلك بإنجاز العديد من المشاريع الزراعية في جميع أنماط وشبه القطاعات الزراعية، التي أذكر منها على سبيل المثال الزراعة المروية والزراعة المطرية التي أعطاها دفع جديد، زراعة الخضروات والتنويع الزراعي بصفة عامة، وزراعة الأعلاف الخضراء والتنمية المناطق الواحاتية إلى آخر ذلك. هذه هي المحاور الأساسية للاستراتيجية. المحاور الأساسية للاستراتيجية ترتكز على محورين أساسيين، هما أساسا الإجراءات التي تخفف من تكلفة الإنتاج، والركيزة الثانية هي الإجراءات التي تزيد من الإنتاجية ومن تنافسيته. ولهذا فقد تميزت هذه الاستراتيجية بأنها تضمن استجام الوسائل مع الطموح السياسي، كما أنها تضمن أيضا بلوغ وتطوير القطاع الزراعي ليتبوأ المكان ويلعب الدور المنوط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة. ومن أهم معالم هذه الاستراتيجية أولا هو مبادرة اتخاذ مقاربة تنمية الشعب بأخذ بعين الاعتبار جميع سلاسل حلقات سلاسل الإنتاج. النقطة الثانية هي خلق إطار مناسب لتحفيز المزارعين عبر توفير المدخلات الزراعية بأسعار مدعومة. والثالث هو بلورة وتنفيذ برنامج خاص بحث والإرشاد الزراعي للتكثيف والتنويع الزراعة. هذا بالإضافة إلى نشاطات عدة هي من أهمها كهرباء مناطق الإنتاج، هذا في الجانب المروي، كهرباء مناطق الإنتاج لتوسع في المسطحات الزراعية، في تنظيف وشق قنوات الري، القيام بفك العزلة عن مناطق الإنتاج، القيام بفك العزلة عن مناطق الإنتاج. كيف ذلك؟ حماية النباتات بشأن فك العزلة، بإنجاز حواجز وممرات فوق القنوات تقريبا، وطرق ريفية كما نسميها تمكن من إيصال مدخلات الزراعية لمناطق الإنتاج أساسا، وأيضا لنقل المنتوج الزراعي لتوصيله للأسواق الأساسية. ودعني أؤكد لك هنا أن هذه الاستراتيجية مبنية على ركيزتين أساسيتين، زراعة تضامنية تسعى إلى خلق ظروف مناسبة وموجهة أساسا للتجمعات القروية والفئات الهشة، ونسميها زراعة تضامنية اجتماعية. والزراعة تعنى بالاستثمار والشراكة العمومية الخصوصية تدعم الخصوصيين. وفي هذا المجال أؤكد لك أن القطاع عندما قام ببلورة هذه الاستراتيجية منذ سنة أو ما يزيد على ذلك، قام أيضا بإعادتها وتحيينها بعد خطاب فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح الحملة الزراعية الخريفية 2021-2022، حيث نظرا للوضعية الراهنة التي تتسم بجائحة كوفيد وبالتغيرات المناخية وبأمور أخرى متعددة ومتلاحقة،
أمر ببذل جميع الجهود لاستغلال الموارد التي توفر عليها موريتانيا للحصول على الاكتفاء الذاتي. وهنا دعني فقط أشير إلى أن هذا القطاع بالرغم أن المؤهلات والمقدرات المعتبرة التي تتوفر عليها موريتانيا تبقى هذه المؤهلات والمقدرات غير مستغلة مع كامل الأسف. على الرغم من كل ذلك فالقطاع اليوم السبب يكمل الفكرة. على الرغم من كل ذلك فإن القطاع يساهم بما يزيد على 5.4% من الناتج المحلي الخام ويستوعب تقريبا ما يزيد على 60% من اليد العاملة في المناطق الريفية، كما يساهم بتغطية حاجيات البلد من مادة الأرز بنسبة معتبرة وبنسب متفاوتة لبعض المحاصيل من زراعة الخضروات والمحاصيل التقليدية كذرة. والسبب كما مهم جدا، سنعود إلى السبب الآن لأكمل معالم الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية كما أشرت إليه فيه جانب يعني بزراعة المروية، تحسين تنافسية الأرز اللي بلغني فيها قطعنا فيها الشواط، تنمية شعبة الخضروات التي هي أساسية والتي بدأنا في قطع الشواط، في دعم الزراعة المطرية خلال بناء منشآت السدود، حصاد المياه، حواجز وأحواض وعتبات وما إلى ذلك، الزراعة الواحاتية وما فيها أيضا منشآت مهمة جدا للري، ري محلي بالتنقيط وري مساليب إدخال التقنيات الجديدة. هناك أيضا بجانب كبير يعنى بالبحث والإرشاد والحماية. ولكي لا أطول أعطي الكلام لزميلي وأخي المدير العام المكلم. أنا من سيعطيه الكلام. سيد سيدي محمد، حدثنا عن الاستصلاح الريفي في هذه الاستراتيجية الشاملة. شكرا. الشق المتعلق بقطاعكم. شكرا. استصلاح الريفي بالنسبة لهذه الاستراتيجية معناه زاد تنفيذ والإشراف على البنى التحتية الريفية الأساسية لهذه الزراعة بشكل عام، ويتم التركيز عليه على واحد الروافد المائية اللي بالنسبة لمنطقة الري منطقة الضفة، الروافد المائية بدون 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 التدخل فيها وبدون تمكين انسياب المياه للمزارعين، معناها تعود ما في متياها تكون هم متياها صعوبة في حملات الزراعة بشكل عام. معناها زاد الروافد المائية، الروافد المائية تنقسم عندنا نوعين من التدخل. النوعية الأولى الصيانة، هو برنامج سنوي تم تنفيذه عن طريق شركة سنت. والنوعية الثانية هي الاصلاحات الروافد، وذيك فيها قدر من هذه التدخلات، وتسمح بزيادة المساحات الزراعية اللي ما كان واصل لها الماء يوصل لها عن طريق الاستصلاحات، وفيها قدر من المميزات اللي تخلينا نكسب مساحات جديدة، وتخلينا همتها تحكم في المياه بشكل قائم. فمتيها الناحية الثانية على أن هذه الاصلاحات فرض عليها أدمتها خطة عملية، يعني أدمتها دراسات تعدل في الوقت المناسب، هي كانت تم عليها برمجة مستقبلية للروافد المائية الأساسية اللي ما في الاصلاحات. النقطة الثانية هو استصلاح هو المشاريع الري، يعني هذه الاستصلاحات الكبرى ويكم ولي فيهم ولي شقين، فالشق عن طريق ترميم السلاحات اللي كانت خارجة عن 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 عن, عن, عن العمل، وتنفيذ السلاحات جديدة دور إن شاء الله نعطيها
مثلا ان شاء الله مخصصه خلال ما. فمن الجانب الثاني هذا نقول لك كفر الداب بالنسبه للمناطق المناطق المرويه. الجانب الثاني هما تفك العزله وهذا محور اساسي السيادية المرور والتنقل ونقل البضائع وما اشبه ذلك. والكهرباء الريفيه للمناطق الزراعيه، يعني كهرباء المناطق الزراعيه، يعني هم المحاول الاساسيه بالنسبه للجانب المروي اللي يعني الاصلاح الريفي بشكل عام. نفس الشيء بالنسبه للجانب المطري من ناحيه تنفيذ السدود وصيانتها والسياج والحواض المائيه للتمكن من استقلال المياه اللي كانت تعود ضائعه بعد تفريق السد. هذه بعطيها هي اهم. جميل، سنحاول الان ان نطرح سؤالا على المدير العام للشركه الوطنيه للاستصلاح الزراعي والاشغال سنك. سيد المدير انتم معنيون بالمقام الاول بتنفيذ غالبية هذه الاستراتيجية. ماذا بعد أن سمعنا معالمها بشكل عام من المديرين الموجودين معنا هنا في الاستوديو، ماذا أنجزتم حتى الآن على مستوى هذه الشركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر التلفزيون الوطنية على إتاحة الفرصة لتعريف المواطنين والفاعلين في القطاع على دور الشركة في مجال التنمية الزراعية. بخصوص الشركة أود أولا أن أعرف على المهام الأساسية الموكلة لمؤسسة سنات، هي المؤسسة الوطنية للإصلاحات الزراعية والأشغال بموجب إطار تعاقدي مع الدول الموريتانية عن طريق وزارة الزراعة. المهام الأساسية الموكلة هي أولا صيانة المحاور المائية لتسهيل ولوج المزارعين إلى الماء المياه الري، أشغال ذك العزلة عن مناطق إنتاج عن طريق طرق رملية، إعادة تأهيل وبناء سدود المناطق المطرية، الإصلاحات المائية الزراعية بصفة عامة. وهناك دور آخر للشركة تقوم به وهو حماية المناطق الرعوية بواسطة شق طرق الواقية من الحرائق. جميل. سيد مدير، ماذا حققتم؟ هذا بشأن أدوار المؤسسة، لكن ماذا حققتم من إنجازات خلال العامين المنصرمين في مجال هذه الاستراتيجية؟ خلال العامين المنصرمين بالنسبة للإنجازات، هناك الكثير من الإنجازات على مستوى المحاور المائية وعلى مستوى بناء وتأهيل السدود. بالنسبة للمحاور المائية، تمت صيانة جميع المحاور المائية 12، وذلك عن طريق عمليات تنظيف وإزالة الأعشاب وتعميق القنوات. كما تم بناء وتأهيل 14 سد خلال السنة الماضية 2021. وهناك 11 سد قيد الإنجاز و10 سدود سوت مبرمجة هذه السنة. ما الذي اكتملت هذه فيه؟ بطبيعة الحال أود أن أشير إلى أن هذه عمليات الصيانة في المحاور المائية أدت إلى نجاح الحملتين الزراعيتين الماضيتين، الحملة الماضية والحملة الحالية. ممتاز. وتم هناك تشخيص في جوان 2021 للمشاكل المطروحة على مستوى المحاور المائية، مشاكل ولوج إلى الماء، مشاكل العزلة، مشاكل عدم استجابة المياه. والمخطط العام الذي تم
الذي يعتمد تم حل جميع هذه المشاكل. جميل، سنعود إليك بشكل أكثر تفصيل. سيد مدير، سيد مدير، تحدثتم عن مميزات الاستثمار بالنسبة للخصوصيين، ما هي هذه التحفيزات المقدمة للمستثمرين الخصوصيين من أجل الوصول إلى ما تسعون إليه من اكتفاء ذاتي في مجال الحبوب وغير ذلك؟ شكرا جزيلا. هناك محفزات كثيرة وميزات ما قامت به السلطات العليا لتحفيز المستثمرين ومواكبتهم خصوصا قطاع الزراعة. أولا هناك عملية إصلاح عقاري ستمكنه من تحرير، لو سمحت، هناك تمكنه من أن تكون هناك مساحات شاسعة صالحة للزراعة يمكن استغلالها وإقامة الشركات عمومية خصوصية بصفة مستديمة. هناك أيضا مدونة للاستثمار تحول المستثمرين دعم تقريبا إعفاء بعض المدخلات الزراعية والآليات الزراعية من الرسوم الجمركية. هناك أيضا تسهيلات عامة هذا بالإضافة طبعا إلى إنشاء الوكالة الموريتانية لدعم الاستثمار، الوكالة الموريتانية لدعم الاستثمار الموريتانية. وهناك أيضا المواكبة، مواكبة الناحية الفنية وكل جميع المعطيات والبيانات نزود بها المستثمرين الخصوصيين. ما هي المناطق المخصصة لذلك؟ هناك مناطق، احنا الآن هناك استراتيجية خاصة تسمى استراتيجية استغلال مقدرات زراعية الموجودة في موريتانيا تقريبا. وهذه المقدرات حتى الآن تقدر بما يزيد على 135 ألف هكتار محاذية للنهر، لا يستغل منها اليوم إلا ما يقارب 58 ألف هكتار مستصلحة هي اللي تستغل، ومع إجمالي 68 ألف هكتار تقريبا سنويا الحملتين الزراعيتين. بالإضافة إلى هذه 135 ألف هكتار هناك مناطق شاسعة للزراعة للتنويع الزراعي في تزيد على 250 ألف هكتار تقريبا، بالإضافة أيضا إلى 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 مساحات محاذية لدلتا نهر اللي يتميز بالمناخ ملائم للتنويع الزراعي خصوصا زراعة الخضروات. وبدأنا فعلا وقعنا أولا اتفاقية حسن نوايا مع المستثمرين الخصوصيين للبدء في إنجاز برامج، وتم تحديد مناطق للاستثمار في الخضروات. وزيدك بأمر مهم جدا، لأننا سألتني من الأول لماذا لم نستغل هذه المتقدرات المهمة. أولا المجهودات التي بذلت حتى الآن كانت مجهودات في الإنتاج، ولكن معالجة هذا الإنتاج وجعله مثلا عملية اقتصادية ذات مردودية كانت تقريبا شبه راكدة. وعلى هذا الأساس نحن الآن نشجع التصنيع الزراعي، إنشاء المنشآت التخزين والحفظ وجميع الخدمات الزراعية كالآليات الميكنة في الجانب الماروي وإدخال الميكنة في الجانب المطري. إذن هذه النشاطات قام به القطاع. أضيف إلى ذلك أننا نشارك القطاعات المعنية ذات الصلة في وضع هيئة تعنى بالتمويل ملائم للزراعة يأخذ بعين الاعتبار جميع حلقات الإنتاج. وهذا شيء مهم جدا، لأننا فعلا عندنا مشكلة تمويل ملائم يتماشى مع طموحات البلد ناحية التنويع، ناحية التكثيف، ناحية المساحات اللي نحضره لاستغلالها. وقد حددنا ما استصلحتم حتى الآن من الأراضي الصالحة للزراعة الآن حتى اليوم من أجل استغلالها بالطريقة اللي تسعون إليها أو تتمنون. هناك قضيتين قلتها أمرت شرط لك في البداية. نحن نستصلح في إطار الزراعة التضامنية، نحن نستصلح مزارع للفئات الهشة، وما تسأل عنه أنت يقام به في إطار شراكة عمومية خصوصية أو في إطار دعم مستثمرين
يستثمرون في 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 الوطن. لكن من ضمن هذه الاستراتيجية التي نتحدث عنها. نعم هذه من ضمن الاستراتيجية. وحتى الآن لرجوع إلى سؤال وسيد المدير أكيد أنه سيكملني في هذا المجال. السنة الماضية استصلحنا ما يزيد على 2093 هكتار. وهذه السنة خطة العمل لهذه السنة فيها 5500 هكتار مبرمجة قيد التنفيذ فيها. لكن هذه 2000 هذه كلها انعكست على 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 السوق وعلى انعكست على السوق وانعكست على مستوى التنمية التغطية خصوصا من ناحية الأرز. الزراعة المروية أساسا الآن تعنا بالأرز ونحن بلغنا ناهزنا ما يزيد على 82% من تغطية الحاجيات الوطنية. وإن شاء الله تعالى خطة العمل عدلنا الرباعية نأمل فيها أن نحصل على 91% من حاجياتنا من الأرز. هنا هيك عن هناك أيضا محاصيل من الخضروات أصبحنا نزود السوق الوطني ببعضها مدة 3-4-5 أشهر وهذا تقدم ملحوظ. وكما سألتني هل هذه النشاطات الحملتين الماضيتين أتت كلهما، لأن الحمد لله الحملة الماضية الخريفية الماضية حصدنا ما يناهز 164,900 كيلوغرام من طن من الأرز. إذن مقابل 124,000 معدل السنوات الخمسة الماضية، وهو ما 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 يعني زيادة مطردة بنسبة 36%. هذا لغة الأرقام التي سألت عنها. ونأمل إن شاء الله تعالى عن المشهودات التي بذلنا وحصلنا بها على النتائج في الأرز، نحن الآن عاكفين جادين على إنشاء مزارع نموذجية للخضروات على مساحات شاسعة، طبعا بالإضافة إلى المزارع القروية للخضروات التي تستغل من طرف التجمعات النسوية التعاونيات وما إلى ذلك. وهناك مستثمرين وطنيين بدأوا في زراعة الخضروات على ضفة النهر. جميل. ومؤهلاتنا المناخ الموريتاني يسمح بالوصول إلى ما نصب إليه من تغطية التكاليف. جميل. تكلم أخي عن الكهرباء وهي أساس. هناك الكهرباء، هناك ذك العزلة، وهناك إصلاح العقاري اللي أشرت لك، لأنه سيحرر مساحات شاسعة، ويكون هناك شراكات ثلاثية الأطراف. الدولة، السكان التقليديين، السكان المحليين والمحليين والمستثمرين، وكل إن شاء الله تعالى مثلا تعود هناك شراكة دائمة مستديمة، كلها إن شاء الله ما فيها أي مشكلة. جميل. سيد المدير، ما هي الإجراءات المتبعة لزيادة الإنتاج وضمان تثبيت أيضا الساكنة وانعكاسها عليهم، ساكنة المحليين بطبيعة الحال في الأماكن الريفية؟ أماكن الريفية بشكل عام. شكرا. لين نرجع شوي لأخبار المحاور المائية صيانتهم، مثلا تدخل القطاع في السنة 2020 كان مبلغ حوالي 800 مليون أوقية قادمة، سنة 2021 كانت متيها زيادة وصل 1,100,000,000، سنة 2022 وصل 1,600,000,000، نتيجة لأن نعرفون هم اتجاه نقص في الأمطار في هذا على مستوى دول النهر السنغالي كامل، هم اتجاه انخفاض في مستوى الماء في النهر، فكانت البرمجة قابلة هذا في عند الاعتبار. بالنسبة لتأهيل الروافد السنة الماضية على سبيل المثال تم انتهاء الأشغال في محور بيماني يعني في إترازة بطول 7.5 كيلومتر، وتمت برمجة والله بعد انطلاق الأشغال في 37 كيلومتر من الروافد، منها 12 كيلومتر في برنامج ولويات الموسعة رئيس الجمهورية. هذا بعض بالنسبة للروافد، وهي 37 تكلف أكثر من 6 ملايير أوقية قديمة. نفس التدخلات خلقت على مستوى استصلاحات كيف ما شار زميلي، تم الانتهاء السنة الماضية من 293 هكتار،
من 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 استصلاح الأراضي، من ضمنها خمس تقريبا 500 هكتار اللي دشنا فخامة رئيس الجمهورية في شيشية، بالإضافة إلى اكتمال الأشغال في بداية هذه السنة في أمبوريا لأكثر من 3000 هكتار، وانطلاق الأشغال في 1050 هكتار طبعا بين 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 استصلاح جديد وإعادة التأهيل، من ضمنها 650 هكتار برنامج أولويات موسع. هذا بالنسبة للروافد واستصلاحات بشكل عام. جميل. بخصوص الإجراءات المتبعة لزيادة الإنتاج وتثبيت الساكن وانعكاس أيضا الزراعة المحلية اليوم، هو بما أنك تعمل هذه البنية التحتية الأساسية للزراعة، معناها أنك ساهمت في تثبيت السكان. أنا أتكلم عنه كتير الجانب المروي، الجانب المطري التدخلات له نجيكم عليه بعدين. فما فيها طبعا زراعة خضروات مبذولة فيها جهود كبيرة حتى، وفات بدء دراسات مناطق جديدة لا تعود مخصصة لزراعة الخضروات، منها من ضمنها مثلا 1700 هكتار على يافطوط الساحلي، وفما تيها برمجنا إن شاء الله هم 100 موقع تجريبي إن شاء الله لزراعة الخضروات بالنظم الري بالتنقيط والري الكاليفورني، وفما تيها أكثر من 2000 هكتار إن شاء الله في مشروع إن شاء الله قريب لينطلق في شق قناة في منطقة أوليك، ولا يتمكن من توفير المياه لأكثر من 4000 هكتار، من ضمنها 2000 هكتار تخصص إن شاء الله زراعة خضروات. خضروات جميل. سيد مدير، أنا أطلق أن توجه المدير العام وكتيروا كم ممتازين في الوقت. سيد المدير العام، حدثنا عن المناطق المستصلحة من طرف الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال سنت، وأيضا عن المحاور المائية التي تم استصلاحها حتى الآن. شكرا. بالنسبة لأهم إنجاز تم تحقيقه هذه السنة هو إعادة تأهيل جزء هام من مزرعة أمبوريا حوالي 3000 هكتار، وهو الآن تقام فيه زراعة، تمارس فيه الزراعة الآن، وهذا إنجاز كبير جدا ساهمت الشركة في تحقيقه. بالعودة إلى لغة الأرقام، بالنسبة لصيانة المحاور المائية تمت إزالة الأعشاب عن المنطقة مليون ومئتين متر مربع في مختلف المحاور الزراعية، كما تم تنظيف المحاور المائية من التربة المترسبة على طول 50,000 متر خطي. بالنسبة للطرق بك العزلة تم إنجاز 32 كيلومتر في مختلف مناطق إنتاج في المناطق المروية، كما تمت أيضا صيانة 15 كيلومتر من قنوات الصرف في مختلف المحاور المائية. بالنسبة للسدود، عودة إلى السدود في المناطق المطرية، ذكرت أن تم إنجاز 14 سد السنة الماضية، مما مكن من توفير حوالي 4000 هكتار من صالحة للزراعة. جميل جدا. الآن مشاهدينا الكرام سوف نتابع عنصرا عن تجارب ناجح. شاء
شكل الاستثمار في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة إحدى روافع الاقتصاد المحلي في ولاية غرغل، وذلك مواكبة لجهود الدولة ودعمها للتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الزراعية الضرورية. لتنطلق في ولاية غرغل عدة مشاريع خاصة موجهة للاستثمار في المجال الزراعي. مشروع سيميغا أحد هذه المشاريع الناجحة الذي يعمل منذ عدة سنوات ويساهم في خلق عديد فرص العمل من خلال مكونتي إنتاج الخضروات والأعلاف. المشروع بدأنا العمل من عام 2018 وفيها برنامجتين، برنامج الزراعة والبرنامج الحيوان. برنامج الزراعة يعني الخضر وصدريات مخمرة، وفيها مولي حس الحيوان الآلاف. الحمد لله السنة بدأنا الحملة جيدا، وفيها 23 هكتار في السنة، وفيها 10 هكتار من بومبتير، وفيها 3 هكتار من البصل والخضار الآخر للحساب الباقي. واستعدادا للشهر رمضان المبارك، يحضر المشروع لتوفير الكثير من حاجيات السوق المحلي من مختلف أنواع الخضروات في ظل توقع بزيادة المنتوج الزراعي ومضاعفته مقارنة بالمواسم الماضية. وركي عندنا البرنامج على عدل الحساد الخضر يعني بومبتير والبصل. الحمد لله إلينا يجي رمضان إن شاء الله المرسى لا يعود فيها ياسر من الخضر إن شاء الله. معناها السنة إن شاء الله الخضر لا يعود ياسر في هون في كيهيد، قد يعود قا فوق من مرسى قا كيهيد يا تقريبا حساب لا ينقلقوا، لا يعود إن شاء الله نتيجة معلومة. معناها يعني الناس يعرفوا اللي نحصلوا هون معناها جيدة، ما هو فيها ياسر من أسميدات، ما هو كيف اللي جاينا من الخارجية. أنا هاي على الناس يعرفوا اللي هون نحرسوا هون طبيعية. ويؤكد القائمون على هذا المشروع الزراعي الكبير أن للاستثمار في المجال الزراعي آفاق رحبة وفرصا حقيقية لمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق الأمن الغذائي للوطن. شقي محمد فالي، قناة الموريتانية، من ضواحي مدينة كهيدي. أهلا بكم من جديد، كان ذلكم ركنا ثابتا مشاهدينا الكرام في برنامجنا عين على الزراعة. سيد المدير، ما هي برامج الدعم والتأطير المقدمة لمثل هذه المبادرات الفردية؟ شكرا جزيلا. هذه المبادرات الفردية أصلا تؤطر وتواكب من طرف القطاع من الخطوة الأولى تحديد المناطق والدعم في على مستوى البذور التربة والبذور والإرشاد الفني والقيام بكل ما من شأنه أن يسهل له الأمور الفنية بصفة عامة. هذا من ناحية، ودعني أمر أجيب شوي عن السؤال اللي سولت عنه في أخبار زيادة الإنتاج الإجراءات وتثبيت المواطنين في أماكنهم. نقول لك عن القطاع، يتكلم شوي القطاع عنده هذه البذور بصفة عامة متبارك مع خطة لتحسين البذور وإنتاج البذور، وهذا أساسي. النقطة الثانية هي الحماية، وهي الحماية وفرها القطاع للمزارعين، حماية من الحيوانات السائمة والحماية من الطيور، وهذا أساسا كانوا ينقصوا من الإنتاج. النقطة الثالثة سابق متخطى السيد المدير الحيوانات السائبة والطيور، طريقة الحماية اللي السياج إن شاء الله لا يتكلم عنه هناك السياج إن شاء الله قائمة به الإدارة السلاح ما شاء الله، وإدارة إدارة متكلفة بتنمية الشعب والإرشاد الزراعي. والطيور حمايتها عندنا ما شاء الله هرق
تشتغل ليل نهار وعادت على طول السنة المكافحة، المكافحة عالية، مكافحة بالسيارات ذات دفع رباعي، والآن أصبحنا نستخدم أيضا طائرات درون لمكافحة الطيور، وهذا من ناحية. ناحية أخرى الحصاد المياه والمنشآت الزراعية اللي تحسن من ظروف الإنتاج في المستوى المطري وتخفف من الجهد اللي كان يبذل الإنسان المزارع التقليدي. الإنسان المزارع التقليدي كان عنده 5 هكتارات يقطع منهم اللي قد يقطع ذلك هكتار تقريبا هكتار ونص باستخدام المدخلات وداخل إدخال الميكنة والتأطير والإرشاد وما إلى ذلك. إذا عندنا الإرشاد الزراعي اللي يستغل نتائج البحث العلمي اللي نقوم به على مستوى مركز البحث العلمي في كيهيدي، وعندنا أيضا مؤسسات للتكوين تخرج، وهذه السنة بالذات أوفدت القطاع الزراعي ما يزيد على 84 تقني عالي ومهندس وفني لدعم طواقم الإرشاد ميدانيا. هذا أنا بعض بصفة موجزة اللي يقوم به سواء نص على المستوى المطري وعلى المستوى الواحاتي وعلى المستوى الزراعة المروية. واختير نقول لك هون دور تعرض لي كاملين عن هذا البرنامج اللي يقوم به القطاع اللي برنامج سنوي واللي تكلمناكم طيناكم بعض الملامح وطيناكم بعض مكوناته. فيه برنامج أولويات وسع، عندنا 13 مشروع كبير فيهم إصلاح مزارع المروية القروية اللي كان تقريبا فيه جزئين 1000 هكتار تقريبا، وفيه كهرباء المناطق الريفية، وفيه ما يزيد على 50 سي اللي هو تقريبا هذو عتبات، وفيه أحواض 30 والله ما يزيد على 30، وفيه المستقبل قاعد بتمويل أيضا حصلنا عليه من الصندوق العربي للتنمية الزراعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لغرق آليات إن شاء الله تعالى ستدعم بكثير الأعمال والأشغال في المناطق المطرية، لأن نحن إذا كانت المناطق المطرية التدخلات لا قدر الله إلى خلق خلل والله خسار نتيجة الأمطار وذا الشيء كانت التدخلات تعود حكما ضعيفة. ذلك الحمد لله منين اقتنوا هذه الآليات وهذه الفرق اللي يتم تدخل لأنه ضمنوا عن هذه الاستثمارات اللي عدلنا الهامة عنها إن شاء الله تعالى يعود عندها استخدام مستديم. هذا لا ينضيف لك عليه مستوى أولويات موسع. أيضا عندنا اللي زمنا السدود عدلنا، تم إنجاز منهم شيء. راهو مدير العام سنت وسيد المدير قالهم وراهو مالك الأرقام قد يعودوا لدارة قد يعود عندها شيء ينجز عن طريق الشركة الأطارية عندها شيء ينجز بلدات خلال مع الأرقام قد يعود بينات وذاك تفاوت شوي حد يقوم بعد الاعتبار. وعلى العموم احنا متباركين ذلك بنبتكروا ما هنا نختاره نبتكره بشيء جديد يقدمنا كان نحصل على الاكتفاء ذاتي بالعجلة، وإذا لا بد فيه مشاركة الجميع ولا بد فيه من التحسيس بأن الزراعة هي المخرج لمستوانا هون. وعندنا الحمد لله التراب وعندنا الفنيين وعندنا القدرة، وكان حاصلنا أن نعرف عنها نتيجتها عنها المرضورية الاقتصادية، وبدأت الحمد لله إقبال كبير. هذه الإحصائيات اللي قايمين بها هناك تقريبا نوايا الناس لا يتحدث في هاي الحملة الصيفية حالا في الترارزة بتنبلغنا من الشيفات مهلاً عاد ماشي للزراعة ما يزيد على 28,000 هكتار ومازال في مات ملفات قيد الدراسة. نحن الترارزة واحد نقول دون الحقوق فيها 32 إلى 34 35 ألف هذا بالزراعة في الحملة المعاكسة خلال كم نزم؟ خلال كم نزم؟ هذا للتشهر هاي الحملة تعطيه للتشهر ولين تعطيه للتشهر غير احنا العام بصفه مثلا هم اللي طاريه معدلين معها حمله ضد خضروات صيفيه دور تزيد على 1000 هكتار وراه حالا القطاع يعمل مثلا على بدء في انجاز هذه الحمله وتوفير للمدخلات. شوف هم اللي المدخلات الزراعيه بالنسبه للزراعه التقليديه وبالنسبه للخضروات مجانيا تقريبا نقسم صيغه مجاني على المستغلين. وعلى كل احنا نسمع عليهم البذور ولا البذور والاسميده للتجمعات القرويه التعاونيات اللي هي مالنا الخاصه بالاسميده المركبه الموجهه ماذا عن الافات الزراعيه والافات الزراعيه ايضا الافات الزراعيه هو خارج ما اللي قضيه اساسيه ومهمه. شفت الاستراتيجيه اللي قام بها القطاع فيها جانب اصلاح مؤسسي مهم
إياك تعود الهيكل اللي عند القطاع تقدر تواكب هذا مثلا اتجاهات وهذا اللي مرسوم في إطار هذه التراجيدية. وعلى ذلك الأساس تم إنشاء إدارة يوكل لها حماية النباتات حالا وعندها طواقمها وعاد مهلا تشتغل وتشتغل حماية النباتات السالمة من ناحية الأمراض الوقاية ومن ناحية اللي مكافحة الآفات. كل النباتات النباتات اللي نزرعون الخضروات والأرز والمحاصيل التقليدية وحتى النخيل. عندنا أيضا هناك مختبر سياسي لتشخيص الأمراض وتكثير الفسائل الفطار. وعندنا أيضا شركة أصبحت للتمور لتسويق التمور المحلية البريطانية ودور إن شاء الله حالا تدخل السوق إن شاء الله تعالى إن شاء الله سابق رمضان. إن شاء الله. سيد مدير، سيد مدير حدثنا عن الزراعة المروية، الآن نريدك أن تحدثنا عن ماذا تحقق بالزراعة المطرية. شكرا. تسمح لي شوي بالنسبة للزراعة المروية. السينا عن فك العزلة عن مناطق الإنتاج. مثلا مبرمج لها هذه السنة حوالي 2009 بعد 239 كيلومتر، وهذه 239 كيلومتر منها 55 كيلومتر برنامج أولويات موسع في 5 جمهورية، ولا يتكلف أكثر من 4 ملايير أوقية قديمة. هذا بالنسبة لفك العزل عن مناطق الإنتاج. لا نرجع للدراسة فيها التوفات. لا لا، بدأت انطلاق الأشغال. هذه أكثر من 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 239 أكثريتها بدأت فيها فيها الأشغال، هي اللي منها 55 كيلومتر برنامج أولويات موسع بدأت فيها فيها الأشغال، و 132 عن طريق مشروع باتام بدء اللي فيهم الأشغال. معناها أنها مبرمجة خلال 2022 التنفيذ إن شاء الله 239 كيلومتر خارج عن صيانة الطرق اللي في اللي في اللي في برنامج المحاور اللي عند شركة سمات اللي تكلم عنه مدير سمات اللي في تقريبا 30 كيلومتر. هذه خارج عن ذاك عن ذاك دون ذاك. بالنسبة للزراعة المطرية، سؤالك هي الزراعة المطرية تركز أساسا على التدخلات، تتركز أساسا على السدود، والسدود نتيجة تثبيت الساكنة في الأماكن العاصية، تغذية البحيرات الجوفية، وطبعا القرار أساسا احنا زيادة مساحات مزروعة. بالنسبة لهذه السدود في هذه السنتين الماضيتين اللي هي بعد بين 2019 2021 تم تنفيذ 60 سد. هذه 60 سد تغطي مساحة حوالي 6000 هكتار، ومنها 5 سدود في مقاطعة باسكنو تشنهم معالي الوزير الأول في باسكنو من ضمن هذه 60 سد. طبعا 2022 القطاع يعكف إن شاء الله على تنفيذ 56 سد إن شاء الله، منها 5 سدود في برنامج أولويات الموسع. باكتمال إن شاء الله بين هنا ونهاية السنة هي إن شاء الله هم الخطة اللي رسم الوزارة على إن السدود لا يتم تنفيذ منها إن شاء الله من 2019 إلى 2022 116 سد. لا تغطي مساحة أكثر من 116 سد دونك 60 سد. لا 116 سد بما فيها 60 و4 سدود فاتوا فهم 2022 معناها لا تعود إن شاء الله هم ذيك 116 سد لا ينفذ القطاع في الفترة ما بين 2019-2022. من هم المنفذون سيدنا؟ فيها عدة شرائك، فيهم الشركة الوطنية للإصلاح الزراعي سنات في خلال برنامج التعاقدي، فهم مؤسسات حرة الحمد لله وطنية كاملين هم اللي ينفذوا عن طريق مناقصات أكثريتها السدود عن طريق مناقصات. طبعا هذه 116 منها 10 سدود برنامج
أولويات موسى خمسة فاتوا فاو وخمسة فيهم راكة الأشغال. كيف قلت تعلنوا لا يقطي لا يزيد إن شاء الله مساحة صالحة للزراعة في المناطق المطرية زراعة خلف السدود أكثر من 10,000 هكتار. وطبعا فهمت إياها دراسة 55 سد إن شاء الله لا يتم التنفيذ إن شاء الله خلال 2022. هذا بالنسبة للسدود. حتى أن الدولة إن شاء الله القطاع عمل علي بدل من استغلال السدود عن طريق الزراعة الفيطية فقط توجهنا إن شاء الله مولي لاستقلال المياه الفائضة عن طريق برنامج فيه 30 خزان مائي إن شاء الله تم توقع الصفقات وده تنطلق إن شاء الله من الأشغال خلال أيام برنامج أولويات موسى. هذا بالإضافة للعتبات المائية اللي تكلم عنها مقبل الزميل عبد الله. العتبات المائية هي كأنها تخفف جريان المياه وتعمل علي تغذية البحرات. تم برمجة 147 عتبة مائية من ضمنها 50 في برنامج أولويات موسى. طبعا همتي هم اللي محور حماية المزارع من الحيوانات السائبة اللي هو السياج اللي تكلم عنه زميلي قبله. هذا البرنامج خلال السنتين الماضيتين تم تنفيذ فيه 1613 كيلومتر من ضمنها 529 كيلومتر ضمن برنامج أولويات موسى. وتمت برمجة 740 كيلومتر السنة 2022 من ضمنها 288 تكملة بقية صفقات برنامج أولويات موسى. طبعا هذا حماية المزارع إن شاء الله من 2019 إلى 2022 لأن اللي تكتمل الإشغال فيها لا تعود تحمي 2353 كيلومتر تحمي أكثر من 730 موقع زراعي وحماية مساحة 63 ألف هكتار بتكلفة مالية حوالي 4.6 مليار أوقية قادمة. هذا بعض بشكل عام سيد مدراء. إلى أرقام مهمة جدا غير أرقام كبيرة بالمليارات درى كانها إلى أرقام رادة سوق. أكيد هاي الأرقام أولا هي تم احنا اللي نتكلموا عن 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 عن, عن عن شو 69 ألف هكتار. طبعا معروف أن هاي 69 ألف هكتار فيها بعضية الزراعة البيضية اللي هو خلف السدود وبعضية الزراعة البيضية هذا على الضفة وبعضية منها الزراعة المطرية تشكل حلو. معروف أن يعني المخزون على هذه المناطق الصالحة للزراعة موريتانيا حوالي 500 ألف هكتار. معناه أن هذا ما رقم صغير مقارنة بمساحة كاملة يا غير كبير مقارنة بالسنوات الثلاثة اللي تم. أكيد أنه يرد الصعوبة اللي هذا المزارعين يتعدوا اللي ما عندهم حماية معناها أنهم لا يتعرضوا الخصام مع المنمين. إحنا منطقتنا دائما تجبر المناطق فيها التنمية الزراعية والتنمية الحيوانية نفس الوقت معناها زاد أنك لما تعدهم فيها حماية تحرز وطاقتك كاملة اللي هذا اللي تبذل لا تمشي. بالنسبة للسدود معروفة على أنه لا تقلق للزراعة لا تم تربية الساكنة وزيادة على ذلك على أنه توفير مياه الجوفية
هذا السكان، وهذا أرقام بسيطة بالنسبة للمردودية للسكان، وكبيرة مقارنة بحجم تنفيذ الأشغال، خصوصا الفترة الماضية اللي فيها جائحة وفيها شيء كامل. معناها الحمد لله بالنسبة لحجم الاستثمار حجم كبير مقارنة مع مرضي الصديق. سيد المدير العام، نختار نسولكم عن سيد المدير العام عن تسهيل ولوج المزارعين المياه الري، وعن السدود اللي تحدث عنها المدير، عدلتوا انتم منها على مستوى شركتكم حتى الان؟ نسمع جدا السؤال، لكن اريد ان اذكر بان هناك مشروع هام جدا. سأعيد لك السؤال سيد المدير. في تشييد سدين كبيرين في ودان، وتم تشييده من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني شهر ديسمبر الماضي. هذا بالنسبة لتدخلات الشركة في مناطق الواحات، وذلك من أجل تنمية مستديمة للواحات ومن أجل استدامة هذه الواحات. أذكر أيضا بأن هناك 21 سد ستنجز هذه السنة من طرف الشركة، ما يسمح بتوفير 2000 هكتار صالحة للزراعة. جميل. أريد أيضا أن أذكر بالنسبة للأفاق المستقبلية للشركة، ومن أجل زيادة قدرتها على مواكبة برامج الحكومة واستراتيجية الوزارة واستراتيجية الحكومة، بأن ميزانية استثمارات الشركة تمت مضاعفتها، وذلك من أجل اقتناء آليات حديثة للتدخل في المناطق المطرية والمحاور المائية، كما أنه سيتم إنشاء فرق خاصة بتدخلات في المناطق المطرية هذه السنة، وستكون مجهزة بهالآليات الضرورية. جميل. سيد المدير، قبل أن نتجاوز، هذه الفرق كيف يتم تكوينها من أجل ضمان ما تسعون إليه، من أجل التدخل العاجل أو المستعجل في مثل الحالات التي تتطلب ذلك؟ هذه الفرق سوف يتم تكوينها من طرف الشركة، لأن عندنا الكثير من الفنيين المدربين واللي عندهم القدرة على القيام بهذه المهام في المناطق المطرية. والغرض من إنشاء هذه الفرق هو تقريب الخدمات لمختلف المزارعين ومختلف الفاعلين في الداخل. أعتقد أنها خطوة مهمة جدا، وسوف تحسن من تقريب هذه الخدمات إلى جميع مزاولي الزراعة في الوطن الموريتاني. جميل. إذا مشاهدينا الكرام، الآن نصل إلى هذا الركن أيضا الثابت في برنامجنا عين على الزراعة، ألا وهو الإرشاد الزراعي، لكن هذه المرة بالمدينة الزرات. بسم الله الرحمن الرحيم. بطحة الصباط تبعد 7 كيلوات من دشرم مع مزارع قال الحسن، هاي ما اشرح له كيف تخفيف الكاروت. شفت كاروت؟ شفت الحسن كاروت يموت حد يبذره، هو تقريبا 10 ايام يخفف، يعود متفاعل، يعود ما هو شفت تقريبا هذا ما هو متفاعل، متعاجل حتى لا بد من حد يخفف تخفيفه، لا بد من بعد 10 ايام من البات البذر يخفف حد. على سبيل المثال هذا محمد الأخ ما كنت هذا ما هو واحد، هذا متباعد عدد كبير، وهذا بطريقة أضي متعاجل ما هو واحد عاقب له انت تتعدى الكاروس انت تبضل فوق تطرق مع 10 ايام خفف تخفيفه ينبت يكبر شوي ينضج شوي يكبر 10 ايام خفوا حد تم يخفوا حد يعود كان يكبر تباعده هاي هو خلاص صغير ما هو ما تبع هاي مال كبير هاي كبير إن شاء الله كبير كبير إن شاء الله هذا صغير ما هو خلاص طويل خلاص تعاجله
بتوي ما هو واحد هذا ما هو واحد معها موسيا. أنا مع حسن في بارسلو هم نشرح كيف تدعيم التماتة على سبيل المثال عن بارسلو لابد أن حد حقناها طيح لابد أن ندعموه بنبو أو ثلاث خشبية سندوه به ونحزموه على هذا يطيح التراب وضع يطيح الماء وهي عملية أساسية في التماتة حد ما عدلها التماتة تخمر تطيح الماء وتخمر ولا تتصاهل شيء. استوى انتهي بطح الصماطية أشبه مزرعة عندنا حيث انتجت 25 طن هاي مدة هاي الحملة كاملة يشبه مزارع موجودة في تير زمرة خاصة على مستوى الزورات زورت 25 طن من الخضروات المعدل تقريبا دكتار يمشي من 10 إلى 14.5 خاصة الحمد لله جبر ياسر من الطرف وياسر من النافع نتيجة متابعة والحمد لله وكل 15 يوم من يقيسهم تحصل توضاعهم بنسبة السنة الماضية ما جبروا شيء لو أقل من هاي النسبة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. سيد المدير نعود إليكم، حدثنا عن متابعة البرامج بشكل عام وتنفيذها والخطط المتبعة لتسريع الوصول إلى الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها. شكرا جزيلا. المتابعة على نوعين تقريبا، هناك متابعة ميدانية يقوم بها الإدارات الوصية على الأشغال، وهناك أيضا نقوم احنا بإحصائيات المساحات المستزرعة، عدد السدود وجميع الأهداف اللي كانت متوخات ومدى الحصول، نقوم بتقييم مدى الحصول على بلوغ الأهداف اللي وصلنا إليها ووصلنا لها. أنا أسمح لي شوي لين نرجع لسؤال طرحته على زميلي المدير في أخباره، كان مراد سوق ولا مراد سوق. هذه الاستثمارات أساسية والزراعة قاعة على مستوى العالم كامل مدعومة، وهذا من الناحية الاقتصادية أراد تسوق بها اللي ولد هناك سياسة غذائية. هناك اختصاص بطني مواطن بسيط لابد من بره له، هناك قاعد اليد العاملة اللي تخرج، وهناك امتصاص البطالة اللي هو، وهناك منين تقارن المبالغ مع المبالغ من العملة الصعبة اللي تسجل الدولة في استيراد المواد اللي ما تلاقوا قاع خارجين في الظروف العالمية، كيف الأرز كيف القمح اللي ظركاتية وظرفية الحالية الظروف المتلاحقة مع مثلا استيراد اللي يعود مشكلة. كان فهم تفكير في زراعة، نحن نتفكر المساحات اللي قال لك سيد المدير والقناة اللي فاولي اللي قال لك اللي لا يتعود موجهة لزراعة، مع أنه هو ما يقدر ينزرع ما هو بشكل موسمي، يعني هو للزراعة لصلاحنا زمن الشتاء زراعة كامل موسمية، زراعة كامل موسمية غير مولي ظروف بحث الزراعي والتجارب اللي قام بيهم أكدت لنا أنه موريتاني نقدر نحصل على نسبة مردودية لباس بها من القمح في مناطق متعددة من البلد، وهذا مثلا يسمح لنا أن نقدر نقول عن الاستثمار الأساسي في الزراعة. المتابعة والتقييم إحنا نقوم بجمع جميع الأشغال والإنجازات ومدى مثلا جاهزيتها من الناحية الفنية ومدى استغلالها، ونرى كان استغلت ولا ما استغلت، هذا السد الخلق شنو حدث وراه، هذا اللي صلاح المزرعة الشيشية مثلا اللي دشنا السيد الرئيس رأينا نتائجها وتابعناهم الحمد لله عرفنا عن بشات إليه جبرت ما يزيد على 4.5 طن الهكتار إلى 5 طن الهكتار. هذا من هنا عندنا فرق تقوم بإحصاء ومتابعة وتقييم هذه الإجازات، هذا بصفة موجزة. نختار نضيف هون عن عملنا شوي جانب الواحات اللي هو أساسي مكافحة الفقر وملي المساهمة في الاكتفاء الذاتي وفي هذا، وعن أيضا مشاكل المزارعين المطروحة مهمة. إذا عندنا هذا الجانب مزارعين بشكل عام اللواحات وغيره المزارعين على كل نحن نستقبلوا مشاكلهم بمثلا بكل أريحية واللي قدينا نحلوا منهم على مستوانا الواسع. تم إنجاز منشآت هامة وهناك برنامج طموح لتجديد الواحات والتوسع في المساحات الواحاتية، هذا انطلق من ودار خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية، كما أن هناك 65 بئر ارتوازي تم حفرها وتجهيز 457 بئر لري ما يقارب من 23 ألف
نخلة تقريبا. ماذا عن مشاكل المياه في المناطق الواحاتية؟ مناطق الواحاتية أصلا معروفة عنها ندرة المياه، ولكن كما قال المدير العام لشركة سند قمنا بإيجاد سدين في أمال في ودان، وهناك أيضا سدود قيد دراسة، والسدود إن شاء الله تعالى الودان الآن السدود قيد التنفيذ لم تنجز بعد، ولكن هناك أيضا منشآت لتثبيت الساكن المحلي حصاد المياه، وهناك تسهيلات لتسويق المنتوج سواء كان من الخضروات سواء كان من التمور على مستوى المناطق الواحاتية وعلى مستوى أيضا المناطق غير واحاتية. جميل. إذن هذا على مختصرة ما تقوم به القطاع. هناك ناحية الخضروات لتكملة الجواب على الإجراءات المتخذة لرفع من الإنتاجية، القطاع سيدخل إن شاء الله تقنيات البيوت المحمية التي ستزيد من تحمي أولا المحاصيل وتحمي مثلا المحاصيل وتزيد من الإنتاجية، وهذا أساسي. نحن إذا قائمين بتطوير الزراعة وعصرتها لتتماشى مع الظروف العالمية المتبعة في إنتاج الزراعة. جميل. جميل. سيد المدير، ماذا أنتم فاعلون من أجل تسريع الوصول إلى الأهداف التي تسعون إليها، وماذا يمكن أن توفر الزراعة حتى الآن للشعوبين لوجود فرص عمل في التشغيل؟ شكرا. نختار شوي نرجع لسؤالك في أخبار ندرة المياه في مناطق الواحات، نشرع لأن مشروع الواحات لأنه يعمل على 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 تنفيذ 99 ارتواز عميق، يعني واحد الحمد لله نتائج إيجابية البعضية من وملئ وإدخال الرجب التنقيب في هذا المزارع المعدل، هو هذا الملئ ينقص من تجمع. بالنسبة لدور القطاع بعض دور هذه الأشغال في التشغيل، طبعا معروف أن هذه المؤسسات اللي تنفذ الأشغال كاملة لابد لها من اليد العاملة وفترة تنفيذ الأشغال كاملة. إذن التشغيل موسم مؤقت حسب المشروع، مؤقت بالنسبة لفترة تنفيذ الأشغال، يا غير هذا استقلال مزارعين من رأسهم للزراعة، هذا من رأسه التشغيل اللي مستديم. مثلا بالنسبة للمناطق المروية مستديم يعني طول السنة، بالنسبة للمناطق المطارية هو اللي إن شاء الله من توجهه على أن السدود يتم تخلق فيها استقلال إن شاء الله عن طريق الأحواض وشارك حلول لزراعة خضروات وأنشطة أخرى تعود تطول الفترة الزمنية اللي هو اسمه. طبعا مدير التشغيل المزارعين عن طريق بعض اليد العاملة عن طريق المصانع اللي هي مصانع التقشير ومصانع يعني اللي كامل اللي مواكبة الإنتاج الزراعة بشكل عام، دائما تعود همتها يد عاملة حكمها دائما خصوصا في المناطق المطرية. جميل. المروية. جميل. سيد المدير العام، كنت قد تحدثت قبل قليل عن اقتناء بعض الآليات والتجهيزات، ما مدى جاهزية الآليات والتجهيزات لضمان تنفيذ الأشغال بالشكل المطلوب وبالمعايير الفنية والجودة التي تسعون إليها سيد المدير العام؟ شكرا جزيلا. بالنسبة للآليات الموجودة حاليا هناك سياسة صيانة محكمة لزيادة جاهزية الآليات المتوفرة حاليا، وقد ازدادت الجاهزية من 44% شهر جوان الماضي إلى 85% الآن، وذلك بفضل سياسة صيانة الدورية والصيانة
وصيانة المعدات بصفة عامة. سيد المدير، ماذا عن الزراعة المطرية ومشاكل؟ هنا أنشير. واصل تفضل. أريد هنا أن أشير إلى مشروعين هامين جدا تساهم الشركة الآن في دراستهم وسوف تتولى إنجازهم إن شاء الله في منطقة أوليك، هو إصلاح المائي 5000 هكتار، 3000 هكتار منها ستخصص لزراعة خضروات. مشروع هيكلي سان بروجي ستركتيران مهم جدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي. المشروع الثاني في منطقة عفوط الساحلي، وهو إصلاح 1700 هكتار مخصصة بكاملها لزراعة الخضروات. تشارك أيضا شركة سنات في دراسته وستولى إنجازه في المستقبل إن شاء الله. هذه المشاريع كنت أود أن أشير إليها نوعا لأهميتها في تحقيق استراتيجية الزراعة وبرامج التعاونات بصفة عامة. جميل. السيد المدير، حدثنا عن الزراعة المطرية ومشاكل المياه في السدود. بالنسبة للزراعة المطرية، دور الشركة يتمثل في تنفيذ في تشييد وإعادة تأهيل السدود فقط، هذا هو الدور الذي نقوم به حاليا. وكما ذكرت بأن هناك أدوار أخرى سوف تسند إلى الشركة في المستقبل، منها توفير خدمات في المناطق المطرية عن طريق فرق عمل سوف تنتشر على مستوى مختلف الولايات من أجل تقريب خدمات التي نوفرها حاليا في ولايات الضفة، ستوفر هذه الخدمات في جميع المناطق المطرية. جميل. وهذا بحد ذاته سوف يزيد من إنتاج وإنتاجية بإذن الله تعالى. جميل. سيد المدير، أنا أرجع لكم، ماذا عن مشاكل السماد والإرشاد الزراعي وغير ذلك؟ السماد موجود متوفر الحمد لله، ويختار بعض نضيف لك شوي كيف ما سولت عن الزراعة المطرية. تم الرجال القوم عن تم هذه السنة المصارمة 2021 قسمت من 150 تقريبا طن من البذور على مزارعين في المناطق المطرية، هذا بالإضافة إلى 1200 محراث ياكي يشتغلوا بهم على من ناحية ياكي يستهلوا بهم عملية الحرث. والخضروات تنفيهم تقريبا استقسام 80,000 وحدة من الآليات للعمل في الخضروات، و 6500 كيلوغرام من البذور بصفة عامة لمحاصيل الخضروات، و 800 طن من بذور البطاطس أساسا، و 500 طن من الأسمدة المركبة. هذا تم تقسيمه اقتناؤه وتقسيمه على المزارعين، بإضافة إلى 95 مضخة لصالح التجمعات نسوية أساسا لتستغل المزارع الخضروات. إذن هذا قطعا عنه أمور قام بها القطاع لرفع من الإنتاج والإنتاجية وتشجيع المزارعين على الإنتاج أساسا. جميل. ما سيد المدير، ما هي عدد المساحات المستصلحة وتلك المبرمجة مستقبلا؟ لهن نهشي بالنسبة للمساحات المبرمجة لزراعة الخضروات أنه سيتم إن شاء الله خلال هذه السنة استصلاح 1038 هكتار مخصصة لزراعة الخضروات، ناهيك عن المشروعين اللي تكلم عنهم مدعم لشركة سمات. وبالنسبة للاستصلاحات الثانية مواصلة الأشغال طبعا في 4287 هكتار، من ضمنها أشغال 6500 في الكيس اللي إن شاء الله قريب إن شاء الله يتم انتهاء الأشغال، ومواصلة الأشغال في مشروع مباخ جك 337 هكتار، وهم 150 هكتار في مشاريع صغرى. هذا طبعا مع انطلاقة الأشغال في 150 هكتار انطلقت فيها
أشغال من ضمنها 650 هكتار في برنامج الولايات الموسع. ونشير هنا تياها لانطلاق تمول إن شاء الله من الأشغال في كهربة مناطق زراعية علي طول 250 كيلومتر. إلى أي حد سيد المدير يمكن أن تسهم هذه الإنجازات مكتملة في الحد أو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي سواء في الوقت الحالي أو بعد ذلك في أفق قريب؟ أكيد علنهم علن هذه الإنجازات إن شاء الله منين اللي تتم أكيد عنها ترفع من 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 نسبة الاكتفاء الذاتي غير بالأرقام تقدر تعود إدارة السياسات والإحصاء هي اللي تعود أكثر. سيد المدير العام ماذا أنتم فاعلون من أجل تسريع وتيرة العمل وتنفيذ المشاريع الموكلة إليكم ضمن استراتيجيتكم التي تعملون عليها؟ بالنسبة هناك الشركة لديها مخططات عمل لمواكبة استراتيجية الدولة وتنفيذها، وهذه مخططات العمل تراجع كل 3 أشهر، وعندها مؤشرات خاصة بالأداء. أريد هنا أن أذكر بأن هذه الإنجازات التي تحققت من سدود واصطلاحات مائية وزراعية سوف تساهم في تخفيف الفوارق المجالية والاجتماعية وستساهم في تنمية زراعية في المناطق التي تم التدخل فيها. وأناشد من هذا المنبر جميع رجال الأعمال والشركاء الوطنيين إلى التوجه والاستثمار في مجال الزراعة وذلك المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود. جميل. إذن سيد مدير في أقل من دقيقة إلى أي حد يمكن أن تساهم هذه الجهود المقام بها في هذه الاستراتيجية المتكاملة من أجل الضمان أو الوصول أو التقريب إلى الاكتفاء الذاتي؟ شكرا. أولا المساحة سولتنا المساحة المستصلحة بصفة عامة المساحة المستصلحة تناهز 58 ألف هكتار تقريبا فيها شيء يتطلب إعادة تأهيل ولكن نحن اللي عندنا ونضبطه أساسا المساحات المستغلة هي اللي يقوم عليها البيانات وصدر البيانات وهذه صبحة مرتفعة شوي عادة الحقها 64 ألف هكتار بها اللي فمات هي تقريبا مساحات تستغلها بالصيف وتستغل نفس المساحات بالخريف. هذا من ناحية. من ناحية الأخرى أنا قلت لك قبيل عن محصول الأرز عندنا إن شاء الله تعالى نأمل عنه في سنتين نحصل له 91 تقريبا في المية ونعمل جادين على أن إن شاء الله تعالى نحن عندنا تقريبا نعرفه استهلاك الشخص ونعرف عنه الحمد لله عندنا 4 ملايين وزي على 4 ملايين من البشر ونعرف أن هذا كامل قد نحده به عن المساحات اللي هي 15 513 ألف أكتار كافية لا تم استغلالها تزيد على الحاجة. السيد عبد الله الباء انتهى الوقت. سيد عبد الله الباء مدير التخطيط والإحصاءات والتعاون والمتابعة والتقييم بوزارة الزراعة شكرا جزيلا لكم كل هذه المعلومات. شكرا أيضا موصول لكم السيد سيدي محمد المخطير مدير الاستصلاح الريفي شكرا جزيلا لكم. كما أشكر السيد أحمد سالم العربي المدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال سناك شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات سيد المدير العام. تحياتي لكم أنتم مشاهدينا الكرام أينما كنتم أترككم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم.